ذكرت رواية. الرواية تقول إذا واحد عنده فرد حاجة مستعصية خلي يقعد يتوضأ، يقعد باتجاه القبلة، يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مرة واحدة، ثم يقرأ 70 مرة سلام قولا من رب رحيم لكل شيء قلب، وقلب القرآن سورة ياسين، وقلب سورة ياسين سلام قولا من رب رحيم. 70 مرة تقرأ وتهدي ثواب إلى روح فاطمة الزهراء سلام الله عليها. صدقوني أحلف بالذي لا إله إلا هو، أنا في صحن الدار وهاي المرأة موجودة وقالت هذه الرائحة ماكو فايدة، خلصت 70 مرة ما ياخذ شي وقت. بسم الله وحده 70 مرة سلاما قولا من رب الرحيم. ارجعت للغرفة، والدتي جالسة تتحدث تتكلم وياها.